بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، مرحبا بكم أبنائي الطلاب في مادة الفقه والسلوك. واليوم إن شاء الله تعالى نتكلم عن آداب المجالس. آداب المجالس للمجالس آداب كثيرة، منها أولا ينبغي علينا عند الدخول في المجلس أول شيء أن نسلم عند الدخول، عند دخول المجلس وعند الخروج منه، هذا هو الأدب الأول. الأدب الثاني البشاشة والتبسم في المجلس. الأدب الثالث التفسح في المجلس للداخل، نتفسح له ونجلسه بجانبنا. الأدب الرابع الإنصات للمتحدث وعدم مقاطعته وتجنب رفع الصوت عند الحديث، لا ترفع صوتك، إذا تكلم أحد فاسمعه لا تقاطعه. الأدب الخامس ذكر الله تعالى والصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، لا ينبغي أن تخلو مجالسنا من كلام طيب، وأيضا لا تخلو مجالسنا من ذكر لله عز وجل ومن صلاة وسلام على نبيه صلى الله عليه وسلم. الأدب السادس المحافظة على كفارة المجلس، وهي كما علمنا نبينا صلى الله عليه وسلم: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. هذه آداب في المجالس علمنا إياها ديننا الحنيف، علمنا إياها نبينا صلى الله عليه وسلم، ينبغي علينا بعد أن تعلمناها أن نلتزمها. وأول أدب كما قلنا هو السلام عند دخول المجلس وعند الخروج منه. دخل المعلم الفصل فسأل على الطلاب، فسلم على الطلاب قائلا: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فرد عليه الطلاب قائلين: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ماذا قال المعلم عند دخول الفصل؟ قال إيش؟ السلام عليكم ورحمة الله. ورد الطلاب وعليكم السلام ورحمة الله، وعندما خرج أيضا سلم وقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهذه إذا أنت سلمت حصلت على حسنات كثيرة. نعم، بعد ذلك الأدب الثاني وهو البشاشة. عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق، يعني أن تلقى أخاك وأنت مبتسم، لا تحقر أي شيء من المعروف، حتى لو كان هذا المعروف أن تقابل الناس بابتسامة وبوجه طلق ليس بوجه عبوس. في هذا الحديث نبين معنى وجه طلق، يعني وجه إيش؟ وجه مبتسم. الأدب الثالث التفسح في المجلس للداخل، إذا دخل علينا أحد ولم يجد مكانا نتفسح ونتوسع له، وهذا أدب علمنا إياه ربنا. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم. في هذه الآية أمر الله تعالى المؤمنين أن يتفسحوا في المجالس. والآن تعالوا بنا لنحل التقويم. أولا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم.
نقرأ هذا الحديث ونبين الأدب الذي وجهنا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الأدب هو إفشاء، يعني نشر السلام بين المسلمين. نعم، في هذا الجدول دخل منصور بوجه بشوش في المجلس وسلم على الحاضرين، وكان المجلس ممتلئا ولم يفسح له أحد الحاضرين. ما الصواب؟ الصواب أنه دخل بوجه بشوش مبتسم وسلم على الحاضرين، والخطأ أنه لم يفسح له أحد من الحاضرين، عدم التفسح في المجلس للداخل. نعم، هنا في التدريب الثالث في الآية الآتية: أدب من آداب المجالس، أستخرجه ثم أكتبه. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم. هذه الآية فيها أدب، وهو إيش؟ هذا الأدب هو تفسحوا في المجالس، يعني أن نتفسح أو التفسح في المجلس والتوسع فيه. بعد ذلك عرفنا في الدرس السابق قبل قليل أن من آداب المجالس السلام عند دخول المجلس وعند الخروج منه، والبشاشة والتبسم في وجه أخيك المسلم، والثالث التفسح في المجلس للداخل. والآن نتعرف على الأدب الرابع، وهو الإنصات للمتحدث وعدم مقاطعته وتجنب رفع الصوت عند الحديث. في هذا النشاط نرى أي المجلسين نختار. المجلس الأول عدد من الطلاب مجتمعون، يتحدث كل واحد منهم عن كيفية قضائه إجازة نهاية الأسبوع، ويقاطع بعضهم بعضا بصوت مرتفع. هذا مجلس. والمجلس الثاني مجموعة من الطلاب، يتحدث كل واحد منهم بهدوء عن كيفية قضائه إجازة نهاية الأسبوع، وينصت بعضهم إلى بعض. ماذا نختار؟ طبعا نختار هذا المجلس الذي يتحدث كل واحد منهم بهدوء، وأيضا ينصت بعضهم إلى بعض، لا يقاطعون بعضهم. نعم. طيب، بعد ذلك عندنا هذا الأدب الرابع، الإنصات للمتحدث وعدم مقاطعته. الأدب الخامس يا شباب هو ذكر الله والصلاة والسلام على نبيه صلى الله عليه وسلم. هنا يقول: أحدد السلوكيات التي أحافظ عليها في المجلس والسلوكيات التي أتجنبها. ذكر الله حافظ عليه، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم نحافظ عليه، المزاح الكثير لا نتجنب هذا، الاستهزاء بالآخرين نتجنب هذا. إذن نحافظ على ذكر الله وعلى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا نسي من يجلس معك ذكر. نحافظ على السلوك الأول والثاني، ونتجنب السلوك الثاني والثالث والرابع. نعم. الأدب السادس كفارة المجلس، وهي: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. نحافظ عليها ونحفظها، لأن هذه إذا قلناها في نهاية المجلس يغفر الله لنا ما كان في هذا المجلس، ويكون في هذا المجلس ذكر لله سبحانه وتعالى. هنا في هذا النشاط عندنا أنواع المجالس: مجالس الخير ومجالس السوء والعياذ بالله. مجالس الخير فيها ذكر الله، فيها الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فيها عدم إيذاء الآخرين، فيها عدم رفع الصوت، عدم مقاطعة المتحدث. مجالس السوء فيها الكذب، أعوذ بالله، فيها استهزاء بالآخرين، فيها مزاح كثير، فيها غيبة، ما فيها ذكر الله، ما فيها الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. أحرص على مجالس الخير وأتجنب مجالس السوء. بعد ذلك
عندنا نطبق هذه الآداب في كل مجلس أحضره: التفسح، هذا ملخص، البشاشة، السلام، كفارة المجلس، ذكر الله والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، عدم إيذاء الآخرين، عدم مقاطعة المتحدث، عدم رفع الصوت. في هذا التقويم أرسم دائرة حول السلوك المختلف، مما يأتي: الإنصات للمتحدث، رفع الصوت عند الحديث، عدم مقاطعة المتحدث. السلوك المختلف هو رفع الصوت. الثاني، أصنف في الجدول الآتي السلوكيات التي أحافظ عليها في المجلس والسلوكيات التي أتجنبها: ذكر الله، نحافظ عليه، الاستجابة للآخرين، لا تجنبه، الصلاة على النبي، نحافظ عليه، المزاح الكثير، نتجنبه، كفارة المجلس، نحافظ عليه، الغيبة، نتجنبها، هكذا. نعم. بعد ذلك عندنا هنا نحفظ هذا الدعاء، دعاء كفارة المجلس: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. نلونه بلون جميل ونحفظه. وبهذا أبنائي الطلاب نأتي إلى ختام درسنا اليوم، أسأل الله تعالى أن ينفعنا بما قلنا وبما سمعنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.